السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد المجموعة ديال الأسباب اللي تتخلينا نفشلوا في أي ريجيم غذائي أو حمية غذائية قمنا بها. ولكن قبل ذلك لازم نتكلموا شنو هي الحمية الغذائية الصحية والريجيم الغذائي الصحي كما هو معروف. فالحمية الغذائية هي واحد النظام تيمكننا باش نزودوا جسم جميع الاحتياجات ديالو الضرورية والمواد الغذائية اللي تتعطيه توازن وتتخلي الإنسان يتمتع بصحة جيدة خالية من الأمراض والاختلالات. ويمكن أن نجمع هذه المواد الغذائية في ستة أصناف. الصنف الأول هو الكربوهيدرات أو النشويات أو السكريات، والصنف الثاني هو البروتينات، والصنف الثالث هو الدهنيات والفيتامينات والأملاح والمياه. وهذا النظام يلتجع للإنسان في حالة مرضية أو في حالة البدنة أو السمنة المفرطة. واليوم غادي نتكلم على الحمية في حالة البدنة أو السمنة المفرطة. فالسبب الأول اللي تيخلينا نفشلو في الحمية الغذائية ونصابو بالإحباط هو البحث عن النتائج السريعة. وهاد النتائج السريعة هذه ما غاديش تجي بسرعة، لأن الجسم اكتسب هذا الوزن هذا وهذا البدنة هذه عبر سنين، والجسم تيهبط وتينقص في الوزن ديالو بشكل تدريجي، وهذه هي الطريقة الصحية والطبيعية. فما على الإنسان إلا الصبر والاستمرار. السبب الثاني هو الرجيم القاسي، أي أن الرجيم القاسي قد يكون سبب في الفشل في الرجيم، لأن الرجيم القائم على الجوع سرعان ما يفشل ولا يمكن الاستمرار عليه، لأن الإنسان ضروري خص يكون عنده واحد الرجيم يكون مرتاح فيه، شبعان فيه، ما يكونش محروم، لأن الحرمان لا يدوم، ما يمكنش تصبر على شي حاجة محروم منها. والرجيم هو أنك خصك تحسب باستقرار ولو طال الرجيم، خصك تاخده كستيل دو في، يعني نمط عيش. ماشي غادي تاخذوا واحد المده وتطلقوا لا خصك تقول لا ودي هذا الريجيم هذا غادي ناخذو على طول، وما خش هذا الريجيم هذا يكون قاسي باش ما بقاش نعيا فيه ونملو، خصني شي ريجيم يكون مزيان اللي نقدر نتعايش معاه. فمثلا ريجيم الكيتو هو واحد الريجيم اللي تيخلينا ديما في طاقه جيده وديما شبعانين وديما مرتاحين، وتيعطي نتائج مشجعه وتيحول الجسم الى اله لحرق الدهون. والسبب الثالث اللي تيؤدي للفشل في الريجيم هو رفض السعاده بالاكل. خصنا نبعدوا بين السعادة وشعور بالراحة بالأكل. يجب أن نأكل لنعيش لا لنعيش لنأكل، يعني لقيمات يقيمنا صلبة، بمعنى أن متعة الأكل يجب أن تترك وتعوض بمتع أخرى إن شاء الله كاين موجود ما يدار، ماشي غير الأكل واللي كاين. وكاين واحد المقولة معروفة تقول بأن الإنسان تيأكل 100% ولكن الجسم ديال الإنسان تتغدى على الربع ما يأكله الإنسان، أما ثلاث أرباع فتتغدوا عليه الأطباء. لذلك يجب أن نأكل ما ينفعنا ولا نأكل ما لا يحتاجه الجسم ويرميه في الفضلات. السبب الرابع اللي تيؤدي إلى فشل في الحمية الغذائية هو ثبات الوزن، أي أن الإنسان بعد ما تبدأ الحمية الغذائية تيثبت عنده الوزن وما تيبغيش يبقى عنده، وتيتصاب بالإحباط وتيلاشي وتيقول هادشي ما خدامش ما ليق لياش، غادي ترجع للحياة ديالو العادية، وسرعان ما تيتزاد في الوزن، عاد ما كان تينقص تيتزاد، تتولي نتيجة عكسية. فهاد الثبات في الوزن ماشي مشكل، لأن هذيك واحد المرحلة تيدوز منها أي واحد تبع شي ريجيم وبغى ينقص الوزن، تتكون واحد المرحلة ديال ثبات الوزن. فهاد ثبات الوزن هذا ساهل باش يتحل، المشكل ديالو بسيط، أننا خصنا نقصوا بعض السعرات الحرارية، أننا ما خصناش نستعملوا الميزان كمعيار، خصنا نستعملوا الستيم، لأن الجسم تيفقد الدهون ولكن تيربي الكتلة العضلية. يقدر الوزن ديالك يكون مستقر ولكن أنت تغيرتي في الهيئة ديالك، أي أن الصمتة ديالك ولات عبارة أخر، الوزن ديالك بقى هو هذاك ولكن الحوايج ديالك والمقاسات ديالك كلهم تغيروا، وهذه نتائج مهمة، يعني أن عليك غير الاستمرار والصبر. تفوت هذيك المرحله ديال ثبات الوزن وغادي تبدا تنقص ديك الساعه، ماشي مشكل، غادي يولي الجسم ديالك معتاد على حرق الدهون وغادي يستمر حتى تلقى الوزن المثالي اللي تبغي. السبب الخامس للفشل في الحميه اللي نقدروا نذكروا هو ان الانسان حينما يصل الى وزنه المثالي سرعان ما يشعر بالغرور، تيقول راني وصلت صافي ما دونك صافي نجحت في العمليه، وتيرجع للنظام الغذائي ديالو القديم، تما تتكون النتائج عكسيه وتيتصاب بالسمنه كذلك وتيرجع الوزن ديالو اللي كان عليه. في حين انه حينما تنوصلوا للوزن المثالي خصنا نعتبروا ذاك الريجيم كنمط عيش وخصنا نستمروا عليه وما نحذيو رسنا، ديما نبقاو في الوزن المثالي. ففي الريجيم الجسم تيعتبر راسو في مجاعه، واش تيعتبر الجسم راسو في مجاعه؟ تيبدا يحرق الدهون اللي عنده
كاريزيرف اللي كان خزن شحال هادي، ولكن فاش ترجع للنظام الغذائي العادي تتكون في حاله شبع، والجسم فاش يكون الانسان في حاله شبع تيقول علاش غادي نحرق الدهون، ارى راسي راه مبرع مع راسو، ارى ستوكيو ليه الدهون ديالو في الجسم ديالو حتى من بعد حتى يحتاجها في حاله المجاعه، وتيبدا يستوكي تيبدا يخزن الدهون وتتزاد الوزن وتولي غليظ وتتصاب البدنه او السمنه الزائده. كخلاصه لهادشي كاع اللي قلنا، الانسان يتعامل مع الاكل بحذر، واحد ياكل ما هو ضروري واللي يخليه يتمتع بالتوازن وبصحه جيده. يجب ان نغير سلوكنا تجاه الطعام، لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا فلا نشبع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت للختام ديال الفيديو ديالي، نتمنى هذا الفيديو هذا يكون زادكم شي افكار جديده، واللي عنده شي تساؤل ولا شي استفسار يطرحوا لنا نناقشوه، وشاركوا معنا في هذه القناه اليوم فيكم كل جديد. تحياتي والى اللقاء.